السؤال الثاني موجه للسيد وزير التشغيل، موضوعه المعاهدة الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي. الكلمة لأحد السادة المستثمرين من فريق التحالف الاشتراكي. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيد المشارات، إخوان المشارين. منذ مدة يتم الحديث عن قرب عرض مشروع قانون ينظم الإضراب تفعيلا للمبدأ الدستوري بهذا الخصوص، ولا نظنكم إلا جادين في هذا الباب، خصوصا وأن الوضع الاجتماعي يعرف توترا وعدم استقرار، رغم عمل الحكومة على مؤسسة الحوار الاجتماعي ووضع إطار ناجع لتفعيله تدريجيا. كما أن الحكومة سبق لها أن عبرت عن كونها عازمة على إعداد توقيع المغرب على معاهدة المنظمة الدولية للشغل الخاصة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي. هذا التوقيع الذي لم يحصل حتى الآن، علما أن هذا التوقيع سيزيد من إشعاع المغرب داخل المنتظم الدولي ويجعله في مصف الدول التي تتعامل إيجابيا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وبما أن لهذه الاتفاقية علاقة مباشرة بتنظيم حق الإضراب بمقتضى قانون تنظيمي، فإنه كان لابد من المبادرة إلى التصديق والتوقيع على الاتفاقية المذكورة قبل عرض القانون التنظيمي المنظم للإضراب، باعتبار أن هذه الاتفاقية إحدى المرجعيات الأساسية لكل قانون ينظم الإضراب. لذلك نسائلكم السيد الوزير عن الأسباب التي حالت دون توقيع المغرب على معاهدة المنظمة الدولية للشغل الخاصة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والتدابير المتخذة لانخراط المغرب في هذه الوثيقة الدولية الهامة. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد المستشار. الكلمة للسيد الوزير لإجابة على السؤال. شكرا السيد الرئيس في الفريق التحالف الاشتراكي على طرحي لهذا السؤال الذي نعتبره اليوم من الأسئلة المهمة، خصوصا بعد إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 الذي شدد على أن المغرب ملتزم ويعمل ضمن منظومة الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان. في هذا الجانب الاتفاقية رقم 87، باش نأكدوا أن كل مقتضيات ديالها تتوافق مع تشريع الشغل في المغرب، الحرية النقابية إلى كتكون مساس بالحرية النقابية من المؤكد أو تجاوزات، لكن كل حرية العمل النقابي إلى غير ذلك من الأشياء. فهذا الجانب بذل مجهود على مستوى توقيع الاتفاقية الدولية من 2007 إلى 2011، صدق المغرب على 21 اتفاقية دولية عربية، منها 4 و16 اتفاقية دولية لمنظمة العمل الدولية. بالنسبة للاتفاقية رقم 87 وكانت مطروحة في جدول الأعمال ديال الحوار الاجتماعي، وكان طرحنا هو ضرورة حل بعض الإشكاليات المطروحة تعلق الأمر بالقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، تعلق الأمر بقانون للنقابات المهنية. أن الاتفاقية رقم 87 فيها واحد إشكال بسيط بالنسبة لنا، هي ديال الجنسية، أنه من حق أي واحد يمارس العمل النقابي ويكون مسؤول فيه من أي جنسية مختلفة. فكنا تقدمنا في قانون النقابات المهنية حيدنا هذا المبدأ الجنسية باش نتوافقوا مع الاتفاقية رقم 87، وعرضنا مشروع قانون النقابات المهنية على المركزيات النقابية وقانون تنظيم الإضراب، وكانت هناك مناقشات مستفيضة من الموضوع مع الشركاء الاقتصاديين وكذلك الاجتماعيين من غرف التجارة والصناعة، من اتحاد عام المقاولات المغرب وغيرها. وبعد هذا المسطرة كان الاتفاق خلال جولة الحوار الاجتماعي ديال أبريل الأخير، ثلاثة المركزيات النقابية تقبل بالقانونين وترغب في مرورهم إلى المؤسسة التشريعية من أجل الحسم فيه، وأحلنا القانونين على الأمانة العامة للحكومة. بقى اتفاقية رقم 87 التزمت الحكومة بمقتضاها أن تصدق عليها، باعتبار أنه اليوم وأعتقد بعد الدستور ديال فاتح يوليوز ما بقى حتى شي مانع يمكن المغرب يتقدم باش يصدق على هذه الاتفاقية الدولية. شكرا. شكرا سيد الوزير. كلمة لحد السادة
مسلسلين اللي في اطار تعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، ما ختمتم به كلامكم هو بالضبط السبب الذي جعلنا نطرح سؤال حول ماذا تنتظر الحكومة المغربية من تعبير عن حسن نواياها وتزكي بذلك دستور الجديد الذي اعتبر الاتفاقيات الدولية إحدى المرجعيات الأساسية الذي استند إليها، بل اعتبرها جزء من تشريعه الوطني. طرحنا هذا السؤال لأنه بدأت السنة الاجتماعية والسياسية، وكما تعلمون السنة الماضية رغم حوار اجتماعي عرفت تقلبات كثيرة، وبالخصوص في قطاع التعليم والصحة، وكادت أن تشمل كل القطاعات بدل الإضرابات. حسب الإحصائيات المتوفرة فإن أسباب الرئيسية لعدم المشاكل التي أدت إلى عرقلة تنفيذ مدونة الشغل هو وجود خلل واضح بين الفرقاء الاجتماعيين، انغياب قواعد الحكامة والتوازنات في ضبط مفهوم المقاولة الشغل ومفهوم أداء الشغل ومفهوم العمل النقابي. فلذلك بدأنا الآن نشعر بأن هناك بداية حركات تكاد أن تشبه حركات السنة الماضية وقد تكون أقوى. الذي يقع ضحية هذا النوع من الغليان الغير منظم هو أبناء الشعب، هو المدارس والتلاميذ، هم المواطنين. فلذلك نظن واعتقادنا أن مبادرة الحكومة المغربية إلى المصادقة على اتفاقية 87 من شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في خلق ديناميكية لحل إشكالية الحكامة في علاقات الشغل بين الفرق الاجتماعيين. وشكرا. كلمة السيد الوزير في إطار رد على التعقيب. أتفق معك السيد المستشار المحترم في ما قلتم في هذه الجوانب أو المقاربة ديالكم. بالفعل يجب التقدم. أنا ما بالنسبة لمقتضيات الدستور الجديد في واحد الإجراء مهم، أن المؤسسة التشريعية غدا سيكون لها أجل ديال المدة التشريعية ديالها للمصادقة وإقرار كل القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور الجديد، ومنها القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومنها كذلك قانون النقابات المهنية. واعتقد أن هذا القانونين بما يحملانه من مقتضيات سييسر على بلادنا وسيسمح لها بالتصديق على الاتفاقية رقم 87، ويكون كذلك مع التوجهات التي أخذها الدستور في ديباجته. شكرا. شكرا سيد الوزير.